السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل. وحياك. كيف حالكم شيخنا الحبيب؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. بعد إذن فضيلتكم جاي سؤالين. ها؟ الأول أنا اتصل بحضرة بفضيلتك منذ فترة أسألك عن كتاب المغني، فقلت لي أقتني الطبع المحققة. نعم. أسألك عن اسم الطبع، والسؤال الثاني ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه المقارن؟ وجزاكم الله خير الجزاء. الله يسلمك. أما عن طبع المحققة تحقيق أسانيد والحكم عليها لا أعلم، أما المضبوطة إلى حد ما ومخرجة بعض التخريج المجزئ فطبعت دار هجر، طبعت دار هجر للدكتور عبد محمد عبد الفتاح الحلو رحمه الله مع الشيخ التركي، التركي على قيد الحياة، الله يرحمه، الله يوفقه ويرحمه أينما كان. هذه الطبعة من أضبط الطبعات تحقيقا، أضبط الطبعات تحقيقا للنص ليس للحكم على السند بالصحة والضعف، فلم يكن من منهجهم الحكم على السند صحة وضعفا. أما طريقة دراسة الفقه المقارن تجمع كل الأحاديث التي وردت في الباب وتنظر إلى صحة تلك الأحاديث وصحة الأثار وتصح ما يقتضيه الدليل. نعم. بعد ذلك تستأنس بأقوال الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة وترجح ما يرجحه الدليل، والله أعلم.